دعم الباحثين في مجال التكنولوجيا النووية وتكوين إطارات الدولة في المجال إضافة إلى تطوير القطاعات الصحية والبيئية والفلاحية هي بعض من مهام المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية بسيدي ثابت الذي يعتبر منارة من منارات البلاد يحتفل بالذكرى 30 لانبعاثه. المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية هو تقريبا أكبر تجمع للمختصين والإمكانيات المادية والتقنية في مجال علوم التكنولوجيا النووية، يغطي جملة من الأنشطة تتوزع ما بين الأنشطة البحثية وكذلك الأنشطة الخدماتية لفائدة النسيج الاقتصادي والاجتماعي وحتى الثقافي. المركز هذايا معناتها العمل اللي نتاعو أفقي مع كافل هياكل الدولة وكذلك في مختلف المجالات. والمركز هذا ما يظهرش هو للعموم، لكن يقدم في خدمات كبيرة وكبيرة جدا. إضافة إلى ذلك المركز يساهم مع هياكل الدولة المختصة بطبيعة حال الهياكل الأمنية وكذلك الديوانة في تأمين حدودنا، في تأمين كافة أرض الوطن. نقطة ثانية في مجال بطبيعة حال البحوث، المركز هذا عنده معناتها جانب هام جدا في البحوث. وتضمنت الاحتفالية عددا من المعارض والورشات بحضور ممثلين عن الهياكل الحكومية وصناعيين وشركاء مهنيين محليين وكفاءات علمية تونسية. في الواقع مانيش باش نعرضوا كل شيء، جست خرجنا سكونبو اللي نجموا نخرجوه. خرجنا ديزيكيبمون تجهيزات للحمايه من الاشعه، كما تعرفوا الاشعه هي الفا بيتا جاما نوترون، كل جهاز هو مخصص للكشف على الاشعه على اللازم. اشتغلنا من 2020 على موافقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأن المركز يكون مركز إفريقي، يعني تكوين الإفريقيين يجيونا من كل مكان إفريقي باش يتكونوا في التجهيزات النووية. شركاء متنوعون من تونس ومن الخارج ومن دول إفريقية وأوروبية، وأنشطة في المجال ينظمها المركز الوطني للعلوم والتكنولوجيا النووية مع عدة منظمات دولية أهمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تدير برامج تعاون ثنائية متعددة الشركاء في مجال الطاقة النووية في تونس.